أنا ذكرت في المقدمة سيد شيباني بأنه خبر سار بالنسبة إلى سكان الولاية وهو تموينها وتزويدها بالمياه المحليات، ربما نأخذ أكثر تفاصيل من طرفكم وأي انعكاس لهذا القرار أو هذه الخطوة في نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين في الولاية. أستاذ الفاضل، لا يخفى عليك وكما ورد في الديباجة التي قدمتها منذ قليل أن ولاية سيدي بلعباس كباقي ولاية الوطن وربما نشاقة الوطن، المعضلة هي معضلة كونية لأن فيها عدة دول التي تعاني من هذه المشكلة، مشكلة شح الأمطار، مشكلة المياه الصالحة للشرب، وبالتالي مشكلة المياه الصالحة للشرب. فولاية سيدي بلعباس للأسف يعني متأثرة تأثر شديد من هذه الإشكالية، شح الأمطار في الجهة الغربية للوطن بشكل كبير انعكس على تخزين المياه السطحية، سواء السطحية مياه السدود، سواء المياه الجوفية التي كذا عرفت انخفاض منسوبها بفعل عدم تساقط المياه لفترات طويلة. كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض التعبئة وتعبئة هذا المورد الحيوي. ضف إلى ذلك أن ولاية سيدي بلعباس الأخ الكريم للأسف، وهذه هي جيولوجيتها، يعني هذه مكتوبها كما نقول، تتمو ليست لها موارد على مستوى إقليم الولاية، فهي تتمول من أربع مصادر مهمة جدا. تتمول من سد العبدلي ومن ولاية المسان، تتمول من الشط الغربي بعض الآبار الارتوازية في بلدية القصدير في شمال ولاية نعامة، نتمول كذلك من ولاية البيض من بلدية الخيفر بالضبط ما يسمى بالشط الشرقي، نتمول من جهة الشرقية من سد بوحنيفية، ونتمول كذلك من الجهة الشرقية من سد الشرفة. كما تلاحظ أن أغلب المياه الصالحة للشرب نجلبها من خارج الولاية، وهذا ما يكلف السلطات العمومية مجهودات جبارة، أموال ضخمة، تعبئة كل الموارد من أجل إيصال هذه المادة الحيوية للمواطنين. للأسف الشديد كل هذه الموارد كما تعلم الأستاذ كريم، ونظرا لشح الأمطار، نظرا للظروف المناخية الصعبة، فأصبحت للأسف لا تكفي لحاجيتنا. أعطيك رقم فقط يا أستاذ كريم، أن ولاية سيدي بلعباس الآن تحتاج إلى على الأقل 150 ألف متر مكعب يوميا. يعني إذا كان نعطيه 120 لتر يومين للمواطن، هذا الحساب نتاعنا حساب وطني، ونحن لا يمكن أن نعبئ أكثر من 100 ألف متر مكعب يومين من كل هذه المصادر. يعني العجز سيد الوالي حوالي 50 ألف متر مكعب. نعم، يعني ثلث عندنا عجز على الأقل ثلث في الحاضر، يعني كل هذه. فمباشرة بعد وصولنا إلى الولاية، إلى ولاية سيدي بلعباس، وبعد عملية الجرد كما ورد في كلامك الجميل أستاذ كريم، جرد كل إمكانياتنا، جرد كل ما نملكه وما يمكن أن نملكه استشرافا على الأقل يعني مواجهة أكور تارم، يعني المدى القصير، وجدنا أنفسنا أمام معضلة حقيقية، هو أننا يجب ولا مفر أن نربط الولاية بشبكات تحلية المياه عن طريق البحر الإزدام اللي اسمهم الإزدام المتواجدة على مستوى الشواطئ الغربية للبلاد. كانت لنا الحقيقة مناقشات على المستوى المحلي، إذن كما ورد أستاذ الكريم في كلامي، أدركنا حجم الأزمة، ثم وضعنا تصور لهذه الأزمة، ثم التصور ترجمناه إلى دراسة تقنية ودراسة تقييمية مالية، ثم أقنعنا السلطات المركزية بعدما زار السيد طه بودربال ولاية سيدي بلعباس في جويلية الفار، ووضعنا أمامها التصور ورحب به، وأطرحنا الإشكالية على المستوى المركزي، والحمد لله استجابت مؤخرا السلطات المركزية بعد مجلس الحكومة الفارط لهذا النداء وهذا يعني لهذا النية اللي حبينا نجسدوها، وهي ربط ولاية سيدي بلعباس، وهو الحل إن شاء الله الجذري. والحقيقة هي الأمور مرتبطة ببعضها، لأن كما تعلم أستاذ الكريم أن ولاية وهران تتمول من
تتمون من هذه المحطة، محطة حيث المياه البحر اللي هي الهلال في ولاية حين تيموشت، بمقدار حوالي 80,000 إلى 90,000 متر مكعب يوميا. ننتظر بإنجاز ولاية وهران للمحطة الكبيرة اللي هي كاب بلون الرأس الأبيض، فتكون في غنى عن هذه الكميات التي أكيد عندما نقوم بإنجاز مد هذه القناة على مسافة حوالي 54 كيلومتر، اللي ربما راح نلحقوا لي لكن تعرف المنطقة الأستاذ أكيد حوالي جوي حسي الغلة أو حمام بوحجر، فنجلب تلك المياه التي كانت بالأساس تذهب إلى ولاية ولاية وهران فنجلبها إلى ولاية سيدي بلعباس. وهكذا يمكن أن نقول إن شاء الله، ربما هذا أملنا إن شاء الله منا في الصائفة المقبلة وليس الصائفة هذه، أيوة. الصائفة المقبلة إن شاء الله يمكن أن نقول أن ولاية سيدي بلعباس ستكون في مأمن من هذه، يعني صائفة 2025 إن شاء الله ستكون سيدي بلعباس قد حققت نسبة كبيرة من الاكتفاء يعني في هذه المادة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأخ قادة إن شاء الله، هذا هو هدفنا الاستراتيجي. صحيح. هذا هنا إن شاء الله نوضع ولاية سيدي بلعباس في مأمن. يبقى الآن إن شاء اليوم صباحا كنت في على مستوى الديوان عقدنا ندوة تحسيسية بحضور إخوة الصحفيين الأسرة الإعلامية، بعض الصفحات الكبيرة في الفضاء الأزرق اللي عندهم الاتصال بالجمهور الكريم بالمواطنين تاع الولاية، حضر معنا ثلة من الأئمة والمشايخ الكرام، مجموعة كبيرة من جمعيات الأحياء، جمعية باش نوصلوا الفكرة الأساسية الأخرى سي قادة ماذا بيا نشاركونا فيها كل أن هذا الشق. أنا بالنسبة لي الأزمة فيها شقين، هي أزمة الإنتاج والتعبئة والتوزيع إلى الحنفية، ثم تأتي الأزمة الأخرى اللي هي لا تقل أهمية عن هذه الأزمة وهي ترشيد واستهلاك أهم شيء. صحيح. الاقتصاد. صحيح. في هذا المود.